أطلقت السلطة المحلية في محافظة عدن حملة تنظيف واسعة في شوارع وأحياء المدينة، وتأتي هذه الحملة في إطار توجه واسع لقيادات السلطة المحلية لإزالة الركام من المدينة، وذلك لإفساح المجال أمام عودة النازحين وتطبيع الحياة. عدن أو ما بقي منها بعد حرب الميليشيا التي دامت 4 أشهر، الحياة هنا تحاول العودة ولكن ببطء. لن يكون ذلك اليوم، فالتوجس والحزن يقف هنا. من المحزن أن ترى مدينة شوهتها الحرب وحولتها إلى مقبرة في غضون أشهر. شارع مدرا في المعلى لم ينسى بعد صرخات الأهالي وتنهدات الموت الأخيرة، ولم تجف دماء الصغار من أروقته بعد. كان يقطنه 10,000 نسمة، عاد بعضهم ولا يزال آخرون بانتظار موعد ترميم المنازل وعودة الخدمات بشكل كلي. ومثله أيضا شوارع وأحياء المدينة الرئيسة. تجتهد السلطة المحلية لأجل كل ذلك، وأطلقت حملة تنظيف واسعة في الشوارع والأحياء. من هنا عبرت الميليشيا ومن هنا خرجت، وبقيت آثارها ماثلة لتقص على الأجيال أبشع حرب في تاريخ المدينة.